أربعة أسيس للأومري هذا الموسم رفقة فريق الجيش هنا العجان والعرضية ولكن طه موسى إذاً موجود في المكان الصحيح طه للمدرب ومساعده أحمد قطيش استقال الكابتن حسين عفش وطاقم التدريبي بعد المواجهة الماضية أمام الأهلي وهنا المحاولة داخل منطقة الجزاء خطيرة مهيأة الكرة كانت من الواكد لا تزال هنا التصويب ولكن مرة جانبية مرة توجيهات لي زملائه داخل منطقة الجزاء هنا الكرة الجيش ملعوبة هذه الراسية والهدف الأول الهدف الأول لمصلحة فريق الجيش إذا براسية محمد الواكد يعلن افتتاح التسجيل في أحداث هذه المباراة إذا راسية من الواكد يصل يصل الواكد لهدفه السادس في هذا الموسم إذا بهذه الكرة التي سجلها في شباك طه موسى يعلن عن افتتاح التسجيل وقص شريط اهداف هذه المباراه اذا بهذا الهدف اسيست للومري الراسيه من الواكد والهدف الاول اذا لمصلحه فريق الجيش كانت الكرة خطيرة قبلها الواكد هيئها لأحمد رجب خرجت إلى ركلة ركنية وصلت الركنية سجلها الواكد وأعلن افتتاح التسجيل إذا في أحداث هذه المباراة تصل الكرة عند كرم عمران لم سوي التمريرة مصطفى جنيد يحاول السلام الله كرة حاول المرور وتقدم عدى من الأول التمريرة البينية يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على هذا الهدف ولكن أوف سايد أوف سايد على المالطة إذا وتسلل ولكن التمريرة أسامة عمري على التنفيذ استعداد الأومري ملعوبة بعد هذه المرة جنيد يمر من اول لاعب مصطفى جنيد من بين اكثر من لاعب المساحات الضيقه لعبه جنيد وهذه العرضيه ولكن عبد اللطيف نعسان بخروج موفق يسقط على أرضية رامي الترك اللمسه كذلك المحاوله لمصلحه فريق الجيش هذه التصويبه كانت ولكن طه موسى في التصدي ضع على مفاتيح اللعب محمد شريفه على مصطفى جنيد ولكن مصطفى جنيد بطبيعه الحال يمر يستغل مهارته عبد الرحمن الحسين محاصر في العمق من بين قلبي دفاع فريق الجيش خطاب مشلب ومصطفى سفراني وهذه الكره الملعوبه ولكن تمر الكره بعيده على التنفيذ جنيد ملعوبه الكره وهذه الراسيه ولكن مرت الكره نعم تزال خطوره داخل منطقه الجزاء تصويبه والتصدي والابعاد تصويبه كذلك وابعاد مره اخرى من السفراني الا مباراه لتحقيق الانتصار والخروج من صدمه الخساره امام الاهلي الجوله الماضيه الخساره القاسيه التي كانت. الحافز واضح والرغبه موجوده عند لاعبي فريق الجيش، وقتالهم قتالهم في الخط الامامي على كل كره تقريبا وثبات دفاعي حتى الان وهذا المرور من العجان والعرضيه المرسله ولكن تخرج الكره الى ركله ركنيه لمصلحه فريق الجيش. ملعوب الكره لداخل المنطقة هذه الرأسية ولكن تمر بعيدة جدا وبسط الميدان عادت الكرة عند مصطفى جنيد اللمسة والتمريرة باتجاه محمد مالطة يحاول التوغل إلى الأمام توغل داخل منطقة الجزاء خطير المالطة هنا داخل المنطقة في هذه المساحات يتعثر المالطة وطاهر بكار نعم مفاول لمصلحة فريق الجيش سي انطلاق الآن من جانب المالطة يمر من أكثر من لاعب المالطة سريع وخطير الانطلاق الآن لمصلحة فريق الفتوة المالطة توغل داخل منطقة الجزاء ولكن الابعاد الابعاد من جانب لاعبي فريق الجيش انطلاقة من منتصف الميدان حتى وصل إلى داخل منطقة الجزاء وتوغل المالطة ولكن الابعاد كان موجود يا زيد غرير تقدم وانطلق زيد من بين اكثر من لاعب يحاول من هناك على الطرف ملعوبه بشكل جميل بالكعب الى محمد مالطا داخل منطقه الجزاء وهذا الحمض جنيد هدف التعادل للفتوه ايضا هدف التعادل لمصلحه الازوري بهذه الكره كانت ملعوبه من الخصي الى عبد الهادي حمضلي ثم الى مصطفى جنيد وضعها في شباك خالد ابراهيم واعلن التعديل بالنسبة لفريق الفتوة بهذا الهدف المميز إذا لمصلحة الأزوري مصطفى جنيد إذا يبصم على هدف التعادل مع بداية أحداث الشوط الثاني إذا وصل لهدف الثالث في هذا الموسم مصطفى جنيد سجل في شباك الساحل وفي شباك الأهلي ولاد يسجل في شباك فريق الجيش اذا تصبح النتيجه واحد واحد جيش عبد الهادي حنبضلي الى مصطفى من هناك على الطرف اداء جميل لمصطفى جنيد في هذه المباراه وهذه الكره والمحاوله ولكن خطيره جدا كانت ولكن الكره ابعدت نعم عادت عند مصطفى المحاولة لا تزال لمصلحة فريق الفتوة والخطورة قائمة لمصلحة الأزوري وهنا الكرة الملعوبة والتصدي التصدي من خالد ابراهيم أسامة عمري كرة الان جيشاوية عمري والتمريرة الطولية باسل مصطفى هيا الكرة برأسي رجع من جانب لاعبي فريق الفتوة محمد نور خميس والتمريرة الطولية المرسلة بشكل ذكي لباس المصطفى والعرضية الملعوبة ولكن مرت من الوراء ما يلعبون على المرتدات بضرب المساحات الموجودة خلف خطوط الدفاع صاروخية من المالطة صاروخية من المالطة وربما أحد أجمل أهداف الموسم من السهم الأشقر صاحب الاحتفالية المميزة بعد الهدف المميز نعم هذه التصويبة حمد صنع الهدف الأول بالنسبة لفريق الفتوة في هذه المباراة الحمبضلي والكرة الملعوبة زيد غرير على مشارف المنطقة هيأ الكرة إلى مصطفى جنيد خطيرة الكرة داخل منطقة الجزاء وخالد إبراهيم في الإبعاد الكرة على شكل تمريرة جفال هيأ للكرة صوب الجفال نعم نعم الكرة هدف إذا الهدف الثالث الهدف الثالث لفريق الفتوة إذا في هذه المباراة الواكد إلى باس مصطفى ربما تكرار لنتيجة الإياب الموسم الماضي وهذه باس المصطفى والتصويب ولكن التصدي من طه موسى التصدي من طه موسى إذا وأبعاد للكرة وسيواجه فريق تشريم مواجهة صعبة بكل تأكيد هنا الواكد ملعوبه الكره ولكن تمر جانبيه. الان الركله الثابته جيشاويه الكره الملعوبه ولكن لا تزال الخطوره قائمه. عادت عند رضوان قلعه لعبوا فريق الجيش كانوا يطالبون بركله جزاء. العرضيه المرسله ولكن وصلت عند طه موسى انطلاق من احمد يحاول بين اكثر من لاعب تقدم لمصلحه فريق اللافتوه اذا مصطفى جنيد داخل منطقه الجزاء هي الكره لاحمد الحسين وهذه التسديده ولكن التصدي من خالد ابراهيم